قدرت. من كايرو ويدنج فيستيفال معانا المطربه والفنانه مروه جمال، القمر مروه جمال. انا مش هقول عليها غير كده يا جماعه والله. ازيك يا مروه؟ حبيبتي ميرسي ميرسي على التقديمه الحلوه دي. لا انت قمر بجد، يعني شهاده فعلا انت تستحقيها. ربنا يخليك يا روح قلبي، ميرسي، ده من ذوقك. ميرسي حبيبتي. طبعا منورانا النهارده في عرض الازياء اللي معمول. طبعا الدنيا دوشه جدا، احنا ممكن ما نكونش سامعين بعض وهم اتطرشوا هنا في المايك. احكي لي النهارده عن تجربتك واحكي لي عن اعمالك وايه الجديد عندك. انا بعمل اغنيه جديده في هتنزل ان شاء الله في النيو يير، اخراج محمد يونس، برضو كليب معايا مفاجاه في الكليب يا جماعه انا مش هحرقها. انا النهارده تجربه بالنسبه لي اول مره طبعا اجربها، بس يعني انا مبسوطه بالاجواء وبالناس وكده، يعني حاجه مشرفه جدا ان هي تكون في بلدي. طبعا مهرجان القاهره السينمائي الدولي كمان كام يوم، وفي احداث وايفنتات كتيره جدا في البلد الفتره دي، هنشوفك ونلاقيكي متواجده ولا هتختفي؟ لا ان شاء الله اكون متواجده يا رب ان شاء الله. طيب وايه اخبار السينما والدراما معاكي، وخصوصا ان انا عارفه ان انت داخله حاجه جديده؟ انت بتعرفي منين الكلام ده؟ انا فعلا داخله حاجه جديده، ادعوا لي بس ان شاء الله يطلع على قد ما انا عايزه واشرف اهلي ايش يعني كده. الحاجه الجديده سينما ولا دراما؟ لا دراما. دراما رمضان 2017 ان شاء الله. ان شاء الله طبعا. مين اي حاجه؟ هو ماضيتي. طيب هو برضه مسلسل لبناني مع الفنان الكبير قصي خولي، يا رب يبقى دور مختلف تماما ويعجب الناس وكده ان شاء الله. وبالنسبه للالبوم بتاعك؟ انا مأجلة شويه الالبوم، انا بس هنزل الكليب في السنجليه في اول سنه جديده، دويتو مع حد جديد ان شاء الله تبقى حاجه مختلفه عن الكليب اللي فات، بس مش هتبقى اقل ان شاء الله. ان شاء الله. والاغنيه الجديده اللي نازله دراما ولا لايف؟ هاوس وضحك وتهريج وحاجات كده يعني. ممكن تسمعينا حاجه من اي حاجه، مش لازم الجديده لو مش عايزه. هتيجي وما فيش مستحيل معايا، ولو قلت كلمة بنفذ كلامي. أنا مش سامعة حاجة طبعا، الدنيا دوشة جدا. ميرسي جدا يا حبيبتي بجد. ميرسي حبيبتي، نورتيني وأنا مبسوطة إني قابلتك النهاردة. ربنا يخليك يا حبيبتي، ربنا يخليك. تألق لتألق يا رب إن شاء الله. خليك يا روح قلبي، وميرسي ميرسي ليكو، وميرسي باباراتزي دايما متابعيني وواخدين بالهم مني. ميرسي جدا. ميرسي حبيبتي، ثانك يو. قدرت أقوى موقع فني.